السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج في المنتصف، والذي نبدأه معكم بحدث اليوم ونتحدث فيه عن أبرز التطورات الأخيرة في ليبيا في ظل اشتباكات عنيفة جنوب طرابلس. وقوات حكومة الوفاق الوطني تقدم قوات خليفة حفتر. إذن تشهد مختلف محاور جبهات القتال في التخوم الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس منذ منتصف ليل الأربعاء وحتى صباح اليوم اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط قصف جوي متبادل، بينما نفت قوات حكومة الوفاق تقدم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر باتجاه نقاط جديدة. ونفى محمد جنونو المتحدث الرسمي باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني أي تقدم لقوات خليفة حفتر باتجاه نقاط جديدة داخل العاصمة الليبية طرابلس، وقال إن الاشتباكات التي تجري بشكل عنيف حاليا تتركز في مناطق عدة أو في مناطق عين زارة ومناطق وطريق المطار لصد هجوم قوات حفتر، مشيرا إلى أن المقاومة لا تزال مستمرة حتى ساعات الصباح اليوم الخميس. إلى ذلك أعلن مركز الطب الميداني التابع لحكومة الوفاق الوطني عن تمكن فرقه من انتشال جثتين مجهولتي الهوية من منطقة الخلة جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس صباح اليوم الخميس. وأكد المركز أن جهود فرقه لا تزال مستمرة في البحث عن عالقين داخل مناطق الاشتباكات بهدف إجلائهم ونقلهم إلى مقرات لإيواء النازحين. ووفق أحدث إحصائية لمنظمة الصحة العالمية فقد أسفرت الاشتباكات في طرابلس عن سقوط 562 قتيلا بينهم 40 مدنيا، فضلا عن قرابة 3000 جريح، بالإضافة إلى نزوح ما يقارب 82,000 شخص. إذن مشاهدينا الكرام، قبل أن نخوض في غمار هذا الموضوع دعونا نتابع وإياكم هذا التقرير والذي أعده الزميل أحمد نور حول أبرز التطورات الأخيرة والحاصلة في ليبيا. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود للتعليق بعده، ابقوا معنا. اشتباكات عنيفة يشهدها محور طريق المطار منذ صباح الثلاثاء، وما زالت قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق تحافظ على كافة المواقع التي سيطرت عليها عقب تراجع قوات حفتر. من جهته قال رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إن وثوقه في خليفة حفتر كان خطأ كبيرا، وهجومه على طرابلس كان طعنة في الظهر على حد تعبيره. وأضاف السراج في تصريحات له أنه لا مجال للتفاوض مع حفتر، مؤكدا أن تقسيم ليبيا خط أحمر ولن يحدث أبدا، وأنه سيسلم البلاد موحدة لمن يأتي بعده. ورفض السراج اتهامات حفتر بالفشل في إنهاء المجموعات المسلحة، موضحا أنه كان هناك أكثر من 100 مجموعة مسلحة في طرابلس عند تعيينه، وقد نجح في دمج معظمها، ولا يوجد اليوم سوى 4 مجموعات مسلحة على الأكثر. إلى ذلك أعلنت السلطات المصرية تسلم الضابط السابق في الجيش المصري وزعيم ما يعرف بتنظيم المرابطين هشام عشماوي من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا. وكان عشماوي هو ضابط سابق في الجيش المصري اعتقل في مدينة درنة الليبية أواخر العام الماضي، وسعت القاهرة منذ فترة طويلة للقبض عليه بتهم استهداف قوات الشرطة وهجمات كبيرة أخرى. إذن للتعليق حول هذا الموضوع وللمزيد أكثر من التفاصيل اسمحوا لي أن أرحب بضيفي مشاهدينا الكرام عبر الهاتف الصحفي الليبي السيد أحمد بوشويرب. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أحمد. بداية، كيف تنظر للمشهد اليوم في ليبيا وما هي أبرز المستجدات الحاصلة والتطورات مع وصول المعركة إلى قرابة 55 يوم؟ نعم طبعا، تحية لك ولكل المشاهدين. أهلا ومرحبا بك. في تطورات المشهد الليبي خلال هذه الفترة، نحن الآن في اليوم قرابة اليوم 60، شهران متكاملين على بدء العدوان على مدينة طرابلس، عدوان ميليشيات الكرامة الذي يستهدف مدينة طرابلس ويحاول الدخول إلى طرابلس. نعم. طبعا على المستوى الوضع العسكري هناك اشتباكات مستمرة، ربما تقل حدتها من يوم إلى آخر، ولكن خلال هذين اليومين كانت اشتباكات قوية، ونحن نعرف أن الاشتباك الأكبر والاشتباك الأعنف
خلال شهر رمضان كان يوم عاشوراء رمضان، اليوم الذي حددت فيه ميليشيا حفتر بزعمهم ساعة الصفر وأنهم سيدخلون الحراب باسم جميع المحاور، ولكن هذه الحديث التي تداولت عندهم باءت بفشل ولم يدخلوا حتى كيلومتر واحد إلى طرابلس. نعم. طبعا مثل ما ذكرت لك ليلة البارحة كانت هناك اشتباكات قوية تصنع صداها في منطقة عدة في طرابلس. هذه الاشتباكات تركزت في محور المطار وأيضا محور طويشة، محاور أيضا مناطق العين زارة ومحاور ودربية، هذه المحاور كلها كانت بها اشتباكات مع تواجد بطيران مكثف من الجانبين، من جانب الجيش الليبي تابع لحكومة الوفاق وطبعا من ميليشيات حفتر التي تحاول الدخول إلى طرابلس. طيب. كانت هناك استهداف في مواقع عدة في مدينة غريان، في مناطق ما قبر غريان، في مناطق برشادة ومناطق أخرى تكون أو تواجد فيها ميليشيات حفتر. أيضا استهدافات عشوائية لطائرات ميليشيات حفتر في بعض المواقع ولكن لا وجود لأي إصابات. طبعا لم نتحصل على حصيلة لدى ميليشيات حفتر لحصيلة هذه أو حصيلة القبر، ولكن ما تداول من خلال متابعتنا لبعض الصفحات وبعض المعلومات المسربة مثل هناك أنه مستشفى غريان خصص بالكامل كمستشفى عسكري استقبال حالات الميليشيات وحالات الإصابة داخل ميليشيات حفتر، ولا يسمح للحالات المدنية بالدخول وممارسة العمل أو ممارسة العلاج داخل هذا المستشفى. أيضا هناك في مدينة سرهونة، مدينة سرهونة هي الأخرى، هناك مشادات كبيرة أو ربما احتقان كبير بين أهل سرهونة وبين ميليشيات حفتر القادمة من الشرق. ميليشيات حفتر ربما احتقان قبلي وعداء قبلي وعداء جهوي كرس له حفتر ويتكرس الآن في مدينة سرهونة، حيث أن ميليشيات التي تتواجد ميليشيا كاني وغيرها التي تدعي أنها جيش تتواجد بمدينة سرهونة هي الأخرى قامت بالاشتباك مع قوات من ميليشيات نفسها قادمة من الشرق. هذه الميليشيات هي موالية لحفتر في سرهونة، ولكن هناك ميليشيات أخرى دخلت عليها في مدينة سرهونة قادمة من الشرق فحدثت بينهم اشتباكات كبيرة. نعم. يعني حسب ما وصلنا أنها أدت إلى مقتل مجموعة من الميليشيات في بعضهم. طيب. وأيضا هناك احتقان كبير من أهالي سرهونة ضد هذه الميليشيات. نعم سيد أيضا أحمد. في مناطق قرشفانة ربما هناك ضغط اجتماعي على أبنائهم المنتمون إلى ميليشيات حفتر للانسحاب والتجنيب أبنائهم القتال نظرا لما حدث لأحد أبناء قرشفانة اللواء مسعود الضاوي الذي تواجد أو ميليشيات حفتر. نعم. فحسب ما فهم أنه تم اغتياله وتم اغتياله من قبل الميليشيات نفسها. طيب. فحقيقة الوضع العسكري ممتاز جدا لصالح حكومة الوفاق الوطني، ما زالت تستنزف قوات أو ميليشيات حفتر بخطط عسكرية وأيضا عملية استنزاف مباشر لتلك القوات. طيب. أو لتلك الميليشيات لجعلها كل مجموعة تحاول الدخول يتم استهدافها والسيطرة على آلياتها والسيطرة على الأسلحة والذخائر التي تمتلكها. هذا جميل بشكل عام الوضع العسكري. نعم. طيب الآن يعني سيد أحمد، خليفة حفتر يعني بعد يعني فشله في تسويق ذرائعه يعني كالتسويق للحرب على الإرهاب، اليوم يعني أو في خطاباته الأخيرة أو في لقاءاته الأخيرة يعني أخذ خطابه الأخير منحى جديد ومنحى آخر، يعني خصوصا عندما ادعى أنه جاء من أجل حماية البلاد من التقسيم، كيف ترى هذه التصريحات؟ سيد الكريم لو تعيد حديث لو أتمارك جيدة. نعم. كنت قد سألتك أن خليفة حفتر يعني بعد فشله في تسويق ذرائعه السابقة ومنها وأبرز شيء هي التسويق للحرب على الإرهاب، اليوم يعني خطابه يأخذ منحى جديد ومنحى آخر ادعى فيه أنه جاء من أجل حماية ليبيا من التقسيم. نعم. طبعا حقيقة عديد الحجج التي وضع حفتر للدخول أو محاولة الدخول إلى طرابلس.
عندما كان أو بدأ انقلابه في عام 2014 وعطل الإعلان الدستوري في ذلك البيان المتلفز الذي بكته إحدى القنوات العربية بشكل هاجل يعني استغربه عديد المليون، قال بأنه عطل الإعلان الدستوري لقيام الجيش لتوحيد المؤسسة العسكرية وقيام مؤسسة عسكرية في ليبيا ومكافحة الإرهاب ومحاربة الإرهاب. نعم. هذا على هذا النهج أنهم سيكافح الإرهاب ويسوقف. بينما نرى إذا ما تتبعنا سلسلة ما قامت به تلك الميليشيات نرى أنها لم تحارب الإرهاب ولو بطلقة واحدة. إذا ما تحدثنا عن ما حدث في بنغازي، ما حدث في درنة، ما حدث في درنة كان هناك وجود لتنظيم الدولة في مدينة درنة. هذا التنظيم استدحل في المدينة وقام بأفعال كثيرة واستهدف أبناء مدينة درنة. من أخرج هذا التنظيم هم أبناء المدينة، أبناء المدينة من الثوار ومن الكتائب المنضمة لهم ومن العقداء أبرزهم العقيد أبو خفير، وأيضا هناك أسماء بارزة حاربت تنظيم الدولة ولم تحاربه ميليشيات الكرامة. بينما بعد انتصار هذه القوات على أبناء على تنظيم الدولة وإخراجهم لتنظيم الدولة من المدينة، قامت ميليشيات الكرامة باستهداف تلك القوات وأبناء درنة بالطائرات وقامت بحصارهم أيضا في بنغازي. وفرت ممرا آمنا لكتائب الدواعش، خرجوا من منطقة الليثي إلى منطقة سرت حوالي 700 كيلومتر ولم تستهدفهم أي قوة أو طائرة أو تعترض طريقهم. نعم، نفس الأسلوب استخدمه حصر في الدخول إلى مدينة طرابلس، دعت أهلها بأنهم دواعش وأنهم إرهابيون وأنهم أيضا كفارا، ولم يذكر حتى أنهم مسلمون، يعني دعتهم بأنهم في تلميحة بسيطة. نعم. كان هناك يعني ذكر بأنه الفتح المبين وأن من يتواجد داخل طرابلس خارج منة الإسلام بشكل مبطن. طيب. وذكر بأن طرابلس تعج بالإرهابيين والقائد الآن حصر لم ينجح في هذه الاسطوانة أو هذه الاسطوانة المسلوخة التي أهل طرابلس يعرفونها، أهل ليبيا يعرفون طرابلس ومدنيتها وتواجد المؤسسات وأيضا الحرية التي تلعن بها مدينة طرابلس. طيب. بدأ يستخدم الأسلوب القبلي العدائي بين المناطق، وأيضا حاول من جهة زرع الفتن بين المناطق وبين نعم. أهل طرابلس ومناطق أخرى، ومن جهة أخرى يخرج ويتحدث ويقول أنا أريد أحافظ على وحدة ليبيا وتقسيم ليبيا. يا سيدي الكريم، حفتر هو من العنصر الأساسي والرئيسي فيما يحدث من شرخ اجتماعي بعدة مناطق. طيب. ليبيا. سيد أحمد، حفتر هو من نعم. لكي لا يأخذنا الوقت يعني كثيرا، دعنا نتحدث الآن عن تسليم قوات خليفة حفتر المفاجئ للضابط المصري المفصول هشام عشماوي للسلطات المصرية. الأمر يعني أثار كثير من التساؤلات خصوصا حول دلالة هذا التسليم في هذا التوقيت. برأيك كيف تنظر لهذا الموضوع وما هي دلالة تسليم الضابط المفصول هشام عشماوي للسلطات المصرية؟ حقيقة أنا بشكل هذه وجهة نظر شخصية. نعم. العشماوي طبعا بغض النظر عن ما إذا كانت لا أعرف تاريخه العسكري أو تاريخه السياسي داخل مصر بالتحديد، ولكن حسب ما ذكر بأنه كان ضابطا سابقا في الجيش المصري وتخرج من الكلية الجوية وإلى آخره في سرد لسيرته الذاتية، ولكن يعني إذا ما رأينا مقارنة بمواليده، هو مولود في 1971 والسنوات التي عمل فيها في الجيش والسنوات التي دخل فيها إلى هذا التنظيم، ونجد هناك مفارقة. يعني إذا ما بحثنا جيدا سنجد أنه دخل إلى الكلية الجوية وعمره 10 سنوات. نعم. هذا حسب ما ذكرت المصادر المصرية وكيف تخرج وكيف هذا ليس مهم، ولكن العشماوي ظهوره في هذا التوقيت وتسليمه في هذا التوقيت بدأت يطرح عديد الأسئلة. في فترة ما ذكرت القوات المصرية قبل حتى أن يتم القبض على العشماوي في ليبيا بدعمه. نعم. بعض المصادر الصحفية المصرية بأنها قوات الجيش المصري قضت على اليوم على أكبر إرهابي وهو العشماوي. العشماوي قيل أنه متهم في عديد القضايا الإرهابية داخل مصر. إذا ما تحدثنا أيضا كيف يتم إبادة جميع أبناء درنة في
حرب على من ميليشيات الكرامة. بينما العشواوي يعرف ويميز من بين هذه القوات ويخرج سليما معافى ويتم تسليمه. أيضا عملية التسليم هناك عليها إشارات استفهام. لماذا جاءت مصر أو رئيس المخابرات المصري جاء ليستلمه وفي طائرة شحن؟ لماذا جاء؟ يعني هل شخص واحد يحتاج إلى طائرة شحن بهذا الحجم يأتي إلى ليبيا ليستلم شخصية إرهابية؟ يعني كانت بإمكان استلامه في أي طائرة في أي وسيلة نقل. فعديد الأسئلة ربما هي لعبة مخابراتية مصرية جديدة لدعم حفتر ومن خلال فشله العسكري في السيطرة على العاصمة وفرض سيطرته على مناطق عديدة في ليبيا. ربما هو تكتيك آخر لإخراج العشماوي في بعض الاعترافات التي يتهم فيها ربما القنوات المصرية وفي أحد وسائل الإعلام المصرية، وذكر بأنه كان متعاونا مع حكومة الوفاق وعلى تواصل مع الإرهابيين في طرابلس ويسعون لإقامة إمارة إسلامية ربما بزعمهم. ومن هذا الحديث الذي تعودنا عليه أو تعودناه من قبل المخابرات ربما المخابرات التي لا تخدم شعوبهم إنما المخابرات التي تخدم مصالح رؤسائهم وحقانهم الذين يستبدون الشعوب. الآن يعني سيد أحمد دعنا ننتقل إلى أبرز ردود الفعل الأممية فيما يحصل في ليبيا في هذه الأيام وهذه الأثناء. يعني المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قال إن كل الأطراف استوردت السلاح حتى قبل الحرب على العاصمة الليبية طرابلس. كيف يمكن أن نفهم هذه التصريحات للمبعوث الأممي غسان سلامة؟ حقيقة غسان سلامة لم أعد يعني حتى الشارع الليبي لم يعد يفهم غسان سلامة ما 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 يريد أن يقصده بهذه التصريحات التي يخرج بها ربما من حين إلى آخر. غسان سلامة ذكر بأنه لأن الأطراف كلها أو قدمت أو قامت باستجلاب الأسلحة منذ فترة طويلة. لماذا السيد غسان سلامة لم تخرج وأنت بصفتك كمبعوث للأمم المتحدة ولك حرية الكلام وأيضا لك الحصانة الدبلوماسية الكاملة في ليبيا وأيضا لك الدور الكبير في أمن واستقرار ليبيا إن كنت تريد أمن واستقرار ليبيا؟ لماذا لم تخرج وتتحدث منذ فترة عن هذه الأشياء؟ لماذا لم تتحدث بعد 60 يوم من الحرب؟ لماذا غسان سلامة لم يقل هذا منذ بداية الحرب ولم يخرج ببيان واضح ولم يخرج يستنكر ولا يقول هذا الطرف هو الذي جاء ولا الطرف هذا الذي اعتدى؟ إنما خرج الآن في منطقة رمادية ذكر بأن الطرفين يتصارعان والطرفان يستخدمان الدعم الخارجي. إذا ما تحدثنا إذا ما سألنا السيد غسان سلامة من هو أو من هي الجهة الشرعية في ليبيا فلن يجيب. الجهة الشرعية في ليبيا المعترف بها دوليا ولها حقية التعاون الدولي مع عديد الدول ولها حقية أيضا استجلاب ما تراه صالحا فيها من ناحية دفاع. وهنا أضع بين ضفرين يعني حكومة الوفاق الوطني لم تقم باستجلاب الأسلحة ولم تقم باستجلاب الذخائر ولا الأسلحة النوعية ولا الخبراء. هي فقط قامت باستجلاب مجموعة من العربات التي تسعى أو الخاصة بالتأمين فقط. لم تستجلب أسلحة نوعية مثل ما تأتي لميليشيات حفتر، لم تستجلب الآليات المسلحة. هذه العربات هي عربات تأمين وليست خرق للقانون مثل ما يتحدث الكثيرون بأنها خرقت قوانين حظر الأسلحة. لم يثبت على حكومة الوفاق أنها قامت باستجلاب الأسلحة، بل إذا ما نزلنا إلى الميدان ورأينا العدة والعتاد الخاصة بالقوات الوفاق نجد أنها من العربات القديمة والعربات التي كانت تستخدم من حرب التحرير في 2011 واستخدمت ضد كتائب القذافي، بينما نجد العربات المصفحة والعربات ذات التكنولوجيا العالية لدى قوات ميليشيات حفتر التي تستخدمها في الحرب على طرابلس. فهنا غسان سلامة طبعا يتحدث بمعيار الشخص الذي لا يريد أن يدين الطرف المعتدي ولا يريد أن يصفه بأي كلمة ويسعى أيضا في استقراره وإخراجه من أي شيء آخر. ذكر غسان سلامة في تغريدة له يوم أمس أو في حديث له ذكر بالحافظ الواحد قال عملت 50 عاما على وحدة وعدم تقسيم لبنان فكيف يتهمني البعض بتقسيم ليبيا. يعني فلننظر إلى حال لبنان
وننظر إلى حال ليبيا. يعني السيد غسان سلامة يتحدث عن بأنه لا يسعى إلى تقسيم ليبيا، لا بالعكس، هو الآن يكرس التقسيم ويكرس في العداء القبلي والجهوي وأيضا المناطق بين بين المدن. طيب. أيضا غسان سلامة سأله المذيع، ذكر قال له هناك من يشكك في نزاهتك، فهل تنوي الاستمرار في أداء مهامك؟ للأسف ذكر غسان سلامة بأنه يقول بأنه عند انتقادي لأي طرف أقوم بكشف حقائق، طبيعي أن توجه في اتهامات وعلي حال، أنا مستمر بعملي كمبعوث أممي هنا، ربما يقصد بعض الأطراف أو يقوم باستهداف غير مباشر لبعض الأطراف، ورغم المطالبات الشعبية المطالبات الجماهيرية التي تخرج في الميادين واللافتات التي تعلق وأيضا المظاهرات التي تقام والتنديدات التي تحدث أمام بعثة الأممية في منطقة رابلس باستقالة غسان سلامة، ولكن إلى حد هذه اللحظة لم يخرج غسان سلامة بأي كلمة ولم يرد على هؤلاء المتظاهرون الذين أقاموا عديد المظاهرات في ميدان الشهداء في ميادين أخرى في مناطق ليبية أيضا أمام البعثة، وقاموا أيضا بالاحتجاج والاعتصام أمام البعثة، ولكن لم يستمع إليهم غسان سلامة حتى الآن. الآن سيد أحمد، يعني في ظل ما تشهده هذه المعارك واستمرارها ووصولها حتى إلى قرابة 60 يوم، يعني كما تفضلت، يعني الإحصائية الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية قالت أن الاشتباكات الأخيرة وصلت يعني إلى أكثر من 562 قتيل وإلى أكثر من 82,000 شخص نازح، هذه الأعداد طبعا يعني مرشحة للزيادة، برأيك ما هو المؤشرات الحاصلة، ما هي السيناريوهات المطروحة الآن، هل هناك ما يؤشر لحل قريب للأزمة الليبية؟ حقيقة الوضع المدني أو الوضع الإنساني للمناطق التي تحدث فيها تلك الاشتباكات ربما لا أبالغ، قلت لك أنه كارثي، هناك شبه يعني لا أستطيع الوصف، ولكن نزوح جماعي من سكان تلك المناطق. الأرقام هذه الأرقام المسجلة 82,000 نازح، هذه أرقام مسجلة، هناك طبعا هناك يعني لمن لا يعرف ترتيب المواطنين الليبيين أو الشعب الليبي، هناك عادات وتقاليد ربما لا تسمح لبعض العائلات أنها تذهب إلى مراكز نازحين، أو لا تسمح بالأنفة يعني متواجد لديهم أقارب في مناطق أخرى خارج طرابلس يذهبون إليهم، فهناك من لم يسجل يعني بعد، فأنا أتوقع أنها أكثر من 100,000 نازح في تلك المنطقة. أيضا هناك دمار كامل في الممتلكات وعمليات سهب، عمليات نهب وسرقة لممتلكات وأرزاق المواطنين، هناك إقفال للمدارس، هناك إقفال للمستشفيات الواقعة في تلك المناطق، هناك عمليات يعني دمار بشكل كبير، ميليشيات حفر الآن تستهدف الأسلحة الثقيلة، لا 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 تنظر أمامها، يعني تقوم باستهداف مباشر بالأسلحة الثقيلة والصواريخ الجراد وصواريخ الراجمات، فكيف ستكون تلك المنطقة بعد 60 يوم يعني من الحرب؟ إذا استمرت هذه الحرب واستمرت هذه الاشتباكات ربما ستكون منطقة منكوبة بدرجة كبيرة. صعب حتى إن وقفت حرب من الصعب العودة إلى عودة الأهالي إليها. نعم وصلت الفكرة. بالنسبة للسيناريوهات المطروحة ربما لا أستطيع التنبؤ، أو لا كل المشهد الليبي أو كل الشارع الليبي أو كل المحللين الليبيين لا يستطيعون التنبؤ بما هو قادم، ولكن هناك عديد الاحتمالات. أول هذه الاحتمالات هو الضغط الدولي يكون على حكومة النفاق وعلى خليفة حفتر بإيقاف إطلاق النار ورجوع هذه القوة المعتدية، قوة خليفة حفتر إلى مناطق غريان وترهونة، سيد أحمد الذهاب إلى هدنة. نعم وصلت الفكرة سيد أحمد، وعذرا على المقاطعة لضيق الوقت، يعني لم يتبقى لنا الكثير من الوقت، شكرا لك على المشاركة معنا الصحفي الليبي السيد أحمد بوشويرب، شكرا لك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا البرنامج.
إذا كما تابعتم مشاهدينا الكرام، اشتباكات عنيفة جنوب العاصمة الليبية طرابلس وسط يعني حديث عن قوات حكومة الوفاق، وسط نفي عن تقدم أي تقدم لقوات خليفة حفتر في محور العاصمة طرابلس ومحور طريق المطار وعين زارة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. وصلنا إلى ختام هذه الفقرة الأولى من برنامج في المنتصف. فاصل قصير ونصحبكم إلى جولة الصحافة، ابقوا معنا.